ايضا ابتليت الامه اليوم ناس تربي حيوانات مفترسه، يربون ذئاب، اسود، نمور، تماسيح، ثعابين، هذا كله حرام، فيه اسراف وفيه تعريض النفس للهلاك. ربنا جل وعلا نهى ذلك، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وحوادث كثيره جدا بين من يقتل بهذا الحيوان المفترس وبين من يجرح وبين من يتعرض لاصابه بليغه، هذا كثير جدا. فتوجه هذا التوجه فعلا هو تقليد الكفار فقط، ويتباهون يصورون يلعب مع الاسد ويلعب مع ثعابين. الثعبان يجب قتله حتى لو انت في الصلاه، اثناء وانت تصلي لك ان تقتله، اقتل الاسودين في الصلاه، فكيف يعني يختنى ويربى ويطعم؟ هذا كله من افعال الشياطين.